تشتغل، عندك طاقه ان انت عايز باصص لبكره حلو، عايز حد تفضل قاعد جنبه حابب تتكلم معاه، لان هو مديك جمال، الجمال اللي انت بتدور عليه انت. يعني الجمال ده قلنا عامل اساسي للنجاح. اي راجل اي راجل متجوز ست جميله هتلاقيه غالبا ناجح في حياته، لان عنده طاقه ايجابيه، ما عندوش احباط، عنده ست بيخش لها جميله، فده لوحده بيديك طاقه ايجابيه بجنب بجوار بقى، لما تكون هي مثلا بقى بتفكر زيه وافكارها زيه، بتشاركه افكاره، بتشاركه احلامه، بتشاركه كل حاجه حلوه، دوت اكيد بتبص تلاقي الحياه تبقى ناجحه، لان انت بتلاقي حد بيساعدك، حد بيديك طاقه ايجابيه. الطاقه الايجابيه مختلفه يا جماعه، بتديك احساس مختلف، لان انت بتحس ان بكره احلى، بكره اجمل، في حاجات كتير حلوه. لكن الطاقه الايجابيه بتبقى محتاجه اسباب، من ضمن اسبابها الجمال، زي ما قلنا الجمال شيء مهم، حد يفكر معاك، يشاركك افكارك، يشاركك احلامك، من غير ما تتكلم تلاقيه بتبص في عينيه فاهمك، خلاص فاهمين بعض. لكن الاختلاف دايما عمره ما بيولد نجاح. لما تكون متجوز حد هو في وادي وانت في وادي، هو مختلف في افكاره ومش بيشاركك احلامك، مش بيشاركك اي حاجه، تلاقي دايما ده بيجيب طاقه سلبيه، دايما افكاره مختلفه عنك، دايما ميوله مختلفه، ما بيفكرش زيك، هو في وادي وانت في وادي، فده بيبقى طاقه سلبيه، تلاقي نفسك عندك دايما احباط، لان مفيش حد بيشجعك على بكره احلى، بكره اجمل، بكره ان انت تنجح، بكره ان انت هتقدم حاجه كويسه، ما بيقولكش انت بتعمل ايه، ما بيقولكش طب وريني، ما بيقولكش فكر معايا، طب افكر لك، طب نفكر مع بعض، كل ده يا جماعه بيجيب طاقه سلبيه لو مفيش حد بيعمل معاك ده. لكن انت عايز تنجح لازم الست الجميله، ده عامل اساسي من عوامل النجاح في الحياه، ان انت تستمر في الحياه وتكون ناجح في مشروع، ناجح في اي حاجه، في اي حاجه بتشتغلها تكون ناجح فيها، محتاج ست جميله، ده عامل اساسي، الست الجميله بتدي طاقه ايجابيه.